السلام عليكم. النهاردة جاي أتكلم في حاجة مهمة جدا، أتكلم عن حاجة اسمها المهارات الاجتماعية وعلاقتها بالضغوط. وقع في إيدي من خلال حوالي أسبوعين بالظبط بقرأ في رسالة ماجستير عن علاقة المهارات الاجتماعية بالضغوط النفسية. فقرأت في الرسالة، إن شاء الله أسيبها لكم تحت الفيديو أو الرابط بتاعها تحت الفيديو. فلما بدأت أكتب أو أقرأ في الرسالة حسيت فعلا ان احنا لو ركزنا وقدرنا نفهم يعني ايه مهارات اجتماعية، اظن الموضوع هيكون يعني سهل جدا ان احنا ندير علاقاتنا الاجتماعية مع الناس. النهاردة هتكلم عن منظومة عملها عالم اسمه ريجو. المنظومة دي بتنقسم لثلاث اقسام، اللي هي مهارات التعبير الاجتماعي، او دي مهارة لازم نتعلمها كويس قوي، ومهارات الحساسية الانفعالية، ومهارات الضبط الانفعالي. لو حبينا نعملهم كمثلث كده، هو عبارة عن عملية إرسال وعملية استقبال وفي النهاية عملية ضبط الانفعال. طيب نمسك واحدة واحدة عشان نتعلمها في وقت بسيط جدا وسريع. أول حاجة، إيه مهارات الحساسية الانفعالية، أو بلها ممكن أقول إيه هي مهارات التعبير الاجتماعي؟ عامة هي مهارات الاجتماعية هي ان القدرة الانسان انه يتكيف مع الفرد او المجتمع، يتكيف مع شخص واحد او يتكيف مع افراد كثر يعني. طيب اول خطوة في العملية دي هي مهارة اسمها مهارة التعبير الاجتماعي. ازاي انا اقدر اتواصل مع المجموعة؟ ازاي انا اقدر اتواصل مع الفرد؟ ازاي انا اقدر اتواصل مع مجموعة من الناس ليهم خلفيات مختلفة؟ ده من هنا وده من هناك، وده ليه افكار وده ليه معتقدات وده ليه ثوابت، ازاي اقدر اتواصل معاه؟ دي مهاره مهمه جدا، وتقريبا معظمنا مهم جدا لازم يكون يعرف يتعامل معاها، لان كل المشاكل بتيجي من النقطه دي. تاني مهاره، انا خلاص ارسلت عايز استقبل. طيب الاول انا قلت وصلت لدرجه اني تحدث وسوف استمع لك، وصلت بالمهاره ان انا من كتر ما بتواصل مع الناس وبعرف اتواصل مع الناس، لا انا بقول له اتكلم وانا هسمعك. وهي دي اهم نقطة في التواصل، ان انا يكون ليا حد او اعرف حد يسمعني، علشان عملية الاستماع دي مهمة جدا في اتخاذ القرار. رقم اتنين، العملية دي محتاجة عملية ضابطة شوية، اللي هي عملية ما يسمى بمهارة الحساسية الانفعالية، اللي هي مهارة الاستقبال، اللي أنا بحلل فيها المشاعر وبحلل فيها الأفكار اللي أنا بشوفها في عملية التواصل. ده يقصد كده، ده على فكرة مشي وهو بيكلمني، ده هو مشي من غير ما يقول لي السلام عليكم، ده بيقال لي السلام عليكم وبيبصص لي كده. كل الأفكار وكل التفسيرات للانفعالات دي بيعملها مين؟ بيعملها المهارة اللي احنا بنسميها مهارة الحساسية الانفعالية. طيب المهارة ديت لما هبدأ اتدرب عليها واشتغل عليها هصل لدرجة عالية جدا فيها، اللي هي انا اشعر بما تشعر به. تخيل اللي قدامك لما يحس ان انت حاسس باللي هو حاسه، هيجي يحكي لك ويتكلم معاك وتنجح عملية التواصل، ويبقى عندك مهارات اجتماعية جيدة جدا في وسط المجتمع وفي وسط الافراد. رقم ثلاثة، العملية دي محتاجة ضبط. في تواصل كتير جدا في اليوم، في مشدات، في مشحنات، في أفكار، في مقترحات، في لازم لها عملية ضبط. الضبط ده يجي منين؟ من المهارة التالتة. المهارة التالتة اللي هي مهارة الضبط الانفعالي، اللي العلماء بيسموها هي منظم حراري للانفعال. هي دي اللي بتقول امتى يظهر الانفعال بتاعي ده في التواصل اللي انا غضبان، وامتى مع ناس ما ينفعش وانا بتكلم معاهم مع اني غضبان يظهر الغضب. هي دي المهارة، هي دي المهارة اللي انا ابين اني سعيد امام ناس، ولما يكون في حد عنده مناسبة غير سارة ولا حاجة اكظم السعادة دي، واحاول اخلي شكل الشكل بتاعي يدل على ان انا بسنده في مشكلته اللي هو وقع فيها. هي دي المهارة. المهارة دي يا جماعة لو اتعلمناها هتحل تقريبا 75% من المشاكل اللي حوالينا، اللي هي امتى اظهر الانفعال ده وانا بتواصل مع الناس وامتى ما اظهروش.
امتى اقول الكلمه دي وامتى ما اقولهاش، امتى احس فعلا اني لازم اتدخل وامتى اخليني قاعد وما اتدخلش في عمليه التواصل دي. المهارات الاجتماعيه يا جماعه هي المهارات اللي بتخلي الانسان ناجح في المجتمع وبيعرف يتواصل معاه، واللي بيخلي الشخص اللي ما يعرفش يكون عنده مهارات اجتماعيه ان هو ينعزل ويبعد عن المجتمع ويعيش لوحده. اشوفكم المره الجايه.